حسيت روحي شغل أنا عايش في عالم واحد آخر. حاجة مليحة، شعرت بالفرحة كي دخلت شفت عالم واحد آخر. فين يعني نهبطوا نشوفوا هكا من غير من السطحيين، بصح كي تهبط حاجة واحد آخر. شعور رائع، لا ما نقدرش نفسره لك، لازم انت تعيش التجربة. رؤيتي لمحبي الغوص وهم يرتمون في أحضان البحر، شعور حز في نفسي دفعني لتجربتي هذه المغامرة التي سوف أعيشها لأحكيها لكم بعد ذلك. ما الذي وجدته في انتظاري في أعماق هذا العالم المليء بالأسرار؟ بنزولي إلى أعماق البحر انتابني شعور لا يمكنني وصفه في كلمات، قطعة الاتصال بالعالم الذي أنتمي إليه. كل ما تبادر إلى ذهني ومحاولة عدم الاستفاقة من هذا الحلم الذي ولحد الساعة لم أصدق بأنني عشته حقيقة. عالم ساحر زاد في جماله طبيعته الساكنة وكائناته الجميلة التي تجعل زائره حتما لا يقاوم روعة وجمال بريقه. تجربة أدركت من خلالها سبب ولع هؤلاء الشباب برياضة الغوص التي بدأت في الجزائر كهواية مع بداية سنوات السبعينات، تاريخ ميلاد الاتحادية الجزائرية للرياضات البحرية، والتي يعود الفضل إلى مؤسسيها في إرساء أسس هذا النشاط الرياضي في الجزائر. الغوص في الجزائر عنده تاريخ قديم، كان تاريخ يعني الفيدرالية الجزائرية للغوص ونشاطات البحرية، راهي تأسست في 1971 بصفة يعني عامة، ولكن لها تاريخ من قبل 1971. يعني كانوا المدربين يعني الجزائريين الذي تمرنوا في فرنسا وتمرنوا في الخارج، يعني قاموا بنقل هذه الخصوصية يعني هي الغطس للجزائر. وثلاثون مركزا تدريبيا متواجد في الجزائر لتعليم أبجدية الغوص، من بينها مركز الوفاق الرياضي الذي يستقطب العديد من المتربصين سنويا، وذلك لتدريبهم عن طريق دروس نظرية وأخرى تطبيقية بغية تحضيرهم للتأقلم مع البيئة البحرية. النوادي هادوما يعني الهدف تاعهم الرئيسي أنهم يكونوا غطاسين لغدوة يحب يمارس فيها بالنسبة يعني العمل المهني أو النشاط يعني رياضي. قارورة الأكسجين، مقياس ضغط الهواء، بدلة الغطس، النظارات والزعانف، معدات أساسية يجب على المبتدئين معرفة كيفية استعمالها وتركيبها في تدريبات أولية فوق سطح البحر لمعرفة مدى قابلية انسجامهم مع أعماقه. كنا تمارينات ليسمحوا للغواص باش يدير تمارين تحت الماء بسهوله، هادير سي تمارين تحضيريه. هاد التمارين اللي دارهم هنايا كيما شفتوا مقبله، التمارين اللي دارهم فوق الماء لازم يديرهم تحت الماء. دونك حضرناه، درنا له تمارينات هنا على سطح الماء كيما شاهدتوا مقبله باش تحت الماء يجوا ساهلين. اللحظات الرائعة التي عشتها في أعماق البحر الأكيد أنها ستظل راسخة في ذهني ما حييت، مغامرة أنصحكم بتجريبها. شفيق العلالي لبرنامج في تي، قناة الكأس، الجزائر.